موقع في اي بي سيدكيم سوين عروض على ويندوز 10 في كود خصم جديد بيخصم 20% الى 30%. اسكاي دحم تسوي الاوردر وهذه هي طرق الدفع واضحة، تشتري الكود وراح يحوله لك في الاوردرز، تحطه في الويندوز سيتينجز اكتيفيجن. مبروك عليك. موقع في اي بي سيدكيم برضه عندهم ستيم ستور، بلاي ستيشن ستور، اوريجين جيمز، يو بلاي، عندهم العاب متنوعة سواء على منصة ستيم، جميع الرابط في الوصف. السلام عليكم يا اخوان، اليوم راح نشوف الكروت الجديده حقت اي ام دي ايش موضوعها، اللي هي الار اكس 7900 اكس تي اكس والار اكس 7900 اكس تي. فئه الاكس تي اكس اللي هي زي ال 4090 المفروض، اللي هي اقوى شيء ينزله، لكن في كلام كذا بين السطور دحين بنشوف ايش وضعه. من النظره الاولى احلى شيء سووه انه خلوا الكروت هذه حقت اي ام دي بالنظام المعروف، النظام اللي نعرفه، ما هو النظام الخايس اللي هو اللي اخترعه انفيديا اللي دحين بدا يطلع عيوبه ترى. شوفوا عشان كذا الريفيوات احيانا ما تحكم الشيء، لانه هذا الشيء له عمر فمع الوقت يبان. الكيبل هذا الخايس حق 4090 اللي نزل معه للأسف بدأ يذوب عند بعض الناس، وبعض الناس لا أمورهم طيبة، فهي في هرجة في السلك هذا. في بعض الشركات المصنعة أعطت جودة كويسة وبعضهم استرخصوا، فهنا AMD احترموا الموضوع ورجعوا الكيبلات اللي نعرفها يا أخي منفذين خلاص. ومن هنا صار efficiency الوضع، طلعوا حللوا باور يعني أعلى من الجيل اللي قبل ب 50%، يعني شوف الفلة فاهم. الشريحة الجديدة اسمها ردنا 3، وهذه مقارنتها مع الجيل السابق من RX اللي هو 6900 كان اقوى شيء من AMD، او 6950. شوفوا كيف دبل كل شيء، دبل الكورز، المعالجات، الهرتزات برضو تحسنت شويه، في رام برضو عالي اكيد تقريبا الدبل، 24 جيجا بايت جي دي دي ار 6، شيء طيب فاهم. ميموري انترفيس، الباور كونسبشن، وهنا الهرجه المصيبه انه انفيديا لما نزلوا كروت ال 4000 طق تحتاج باور سبلاي اقوى فاهم، خصوصا 4090 يحتاج 1000 واط على طول. هنا ما شطحوا، خلوا لك 7900 اكس تي نفس القديم، نفس 300 واط ياخذ، فاللي عنده ذاك الكرت نفس الباور سبلاي يا حبيبي، لا تطور ولا باور سبلاي، شيء جبار صراحه. انا بعطيكم الزبده سريع سريع، عندكم الاسعار. الجيل السابق من كرت AMD اقوى واحد نزلوه 1100 دولار كان قيمته، الان الاكس تي اكس اللي هو اقوى منه في كل شيء سعره 1000 دولار، نقصوا 100 دولار يا جماعه، هذا السعر الرسمي اتكلم. ونفس الشيء اللي هو اخوه 7900 اكس تي نزلوا منه 100 دولار عن 6900 اكس تي، فشوف كيف الشركه هذه جميله في الامور هذه، هم ضربه قاضيه لانفيديا ترى في هذا الوقت، خصوصا مع ذي الكروت حقت انفيديا اللي اعلنوا عن سعر رسمي، بعدين شطح دبل تقريبا، بعدين السلك هذا اللي يذوب، بعدين في كذا بعبوس عند انفيديا. فاي ام دي الحين اكلوا السوق بالحركه هذه، نزلوا السعر وكرت اقوى ب 50% باور، ما هو حركات اللي 25% 30 حقت انفيديا، وهذا مقارنه مع الفئات حقت انفيديا 40 80 يقارن بال 7900 اكس تي المفروض. شوفوا كيف سعره فرق 300 دولار، وال 4090 فرق 600 دولار. نفس السمك يا جماعة الخير، السمك هذا مرة مهم، 4090 لما جيت اشبكه والله العظيم القزاز ذا ما ركب، طبعا في بلور هنا لانه ما راح تعرف ايش الوضع الحين، بعدين تعرفهم اللي دحين انا شابك الكرت، بس عموما القزاز هذا ما ركب، وكيس متور محترم ذا ما هو صغير. عندكم السمك اخذ 3-4 سلوتس تحت بعصلي الكيس، ماني قادر اشبك القطعة السفلية الاخيرة، فلما تكبر في الحجم ترى شيء سيء، يعني انت بتبعصني، بتجيب لي كيس جديد وباور سبلاي جديد وكهرباء، وهذا السلك انمعط على تحت يقوم يتقطع من هنا. شوفوا مره يعني ما راح تشوفه، لكن الزبده 4090 السلك منعفط عفطه 90 درجه، فكرت شويه يعني يغثك. هذا نفسه اللي هو اقوى كرت نزله، نفس الجيل السابق كحجم، فرق شويه بسيط في الطول، الطول ما عليا يا عمي، هنا عندي مساحه كبيره، انا همني السمك يبعصني تحت، والعرض، العرض والسمك نفسه. عندكم اكثر شيء يعني ضرب السوق مع ذي الكروت برضو، انه دعموها للنكست جنريشن فيوتشر بروف، خلاص للمستقبل اللي اتحداك تغلط على منافذ الكرت هذا. الكروت هذه يا جماعه فيها منافذ اقوى من حقه انفيديا ال 40 اللي نزلوه، يعني ايش؟ يعني الديسبلاي بورت نزل ترى 2.1 من الديسبلاي بورتس، بس ما شبكوا انفيديا، استخسروا ما ادري ليش. طب 4090 مبلغ قدره حطوه على الاقل في 4090، فاي ام دي هنا اكلوا انفيديا في ذي الحركه، حطوا احدث منافذ موجوده، حطوا ديسبلاي بورت 2.1، وهذا قدامكم الفرق عن ال 1.4، بيدعم 900 هرتز على 2K، 480 هرتز على 4K، و165 على 8K. طبعا انا نظريتي للموضوع كلام فاضي، لكن حلو انه يكون في قوه تسويق عندك، انا عندي اقوى المواصفات، بس على ارض الواقع هذا الكلام يعني ما يهمني، لانه يا حبيبي احنا نلعب على 165 هرتز، 120 هرتز وخلاص، 2K مره كاف، ماني في حاجه 900 هرتز، سلامات وش الغباء ذا يعني، وين الشاشات اصلا؟ ما في شاشه تدعم، اكثر شيء وصلوا له الحين 240 هرتز على 2K اظن، 360 هرتز على 1080p ما هو 2K. ففعليا 480 هرتز على 2K على 1.4 كافي.
بس هم يعني 900 هرتز كذا كنوع من التسويق انه اوه احنا عندنا اقوى منفذ موجود. فحلو حلو انه يحطوا كذا AMD لانه كذا منافسة جامدة لانفيديا، خلاص في منافس قوي. رخصة تراب هذا هو قدامكم البنشمارك التوقعي، لانه AMD زي ما قلت لكم وضحوا بنشماركات الكروت هذه ترى رسميا هذه ارقامها، لكن ما وضحوها مقارنة بال40 فاهمين. بس في قنوات عندهم البنشماركات حقت 40 90 على نفس الالعاب اللي اختبروها على كروت AMD هذه، فسوى المقارنة هذه اللي دحين بظهر عندكم يا حبيبي. Far Cry 6 مثلا 7900 XTX اللي هو أقوى كرت، أقوى من الـ 4090 الفاوندرز إديشن بفرق فريمين. يا رجال أنا ما أبغى فرق فريمين، لو نفس المستوى أو أضعف بعشرة فريمات ما عندي أي مشكلة، لأنه الكرت هذا جبار رخيص، قيمته 3600-700 ريال رسميا، بينما هذا قيمته رسميا على 6000 ريال و 5000 وشي بدون ضريبة، يعني الزبدة 7000 وغير رسمي لما نزل صفق 10000 ريال. كرت نفس مستوى أو أقل منه بعشرة فريمات في بعض الألعاب، بعض الألعاب ترى تفوق على 4090، بس بعض الألعاب برضو أقل منه بشعرة شعرتين زي كذا، ما عندي أي مشكلة، كرت جبار يعتبر على السعر هذا اللي حطوه AMD. ونفس الكلام يعني قارن الـ 4080 بالـ XT العادي حق 7900، فكذا يكون عندك نظرة واضحة فين هذه الكروت موقعها مقارنة بنفيديا وسعرها. فهذه ضربة قاضية صراحة لنفيديا، استنى إذا أنت متحمس ترى الكروت الجديدة هذه بتنزل، يعني هذا حلو، منافسة جامدة، أعطوا مواصفات أقوى من نفيديا في أمور معينة في المنافذ، برضو السعر، برضو الكيابل، ما تحتاج الكابل الغثيث حق نفيديا هذا تغير لي كيس تغير الباور سبلاي، لا كل الامور طيبه مع ذي الكروت، ففعليا ما بتخسر باور سبلاي. ترى هناك في ناس ما يحسب الباور سبلاي، يحسب انه بتشتري 40 90 وخلاص، يا حبيبي بتدفع ترى 1000 واط غالي مره ما هو رخيص، بتدفع في كيس جديد غالبا، بس هذه الكروت حقت AMD بتشبكها زي ما هي وخلصنا، باور سبلاي وكيس وهنا بدون شيء ممكن يوصل ل 10000 ريال فرق قطع كامله حقت 40 90 مقارنه بالXTX حق AMD هذا. فبس هذا كل شيء يا اخوان، يعطيكم العافيه، شكرا لكم، سلام عليكم.